مستمرين معاك يا كابتن سيد عبد الحفيظ، كل نجوم الاستوديو التحليلي بنبارك من جديد للنادي الاهلي، ويمكن اكيد طبعا فرحه كبيره للنادي الاهلي. التاهل كان مضمون لكن الفوز اكيد النهارده بيمثل بشكل كبير جدا. معايا اكرم توفيق كمان احد نجوم النادي الاهلي النهارده، ببارك لك يا اكرم. مباراه راحت وجت، راحت وجت، لكن ثقتنا الكبيره فيكم اكيد النهارده بالنسبه للمباراه. حابب تقول النهارده بعد الفوز؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا انا بشكر ربنا على المكسب. تعبنا شويه في الماتش وربنا كفينا في الاخر، وبشكر طبعا اللعيبه والجهاز الفني، والحمد لله رب العالمين يعني على الاداء، على اللعيبه كلها يعني، مش اكرم بس، لا اللعيبه كلها كلهم كانوا رجاله النهارده الحمد لله رب العالمين. لكم العذر يا اكرم لان تلاحم كبير جدا في المباريات، ارهاق كبير جدا، بتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي؟ لان كل 72 ساعه مباراه، امر صعب عليكم جدا بشكل كبير. لا اكيد، ما اديك شايف النهارده في الماتش عمرو السوليه جاله شد، وعلي معلول برضه، وعاشور اتخبط في داره، يعني هنعمل ايه؟ ما دي حال الكوره، لازم نستحمل ونستوعب ان دي كره القدم. واللعيبه طبعا كلها بنفس المستوى، واي حد لو نزل هيأدي، وربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. بعد التأهل بتشوف الفتره اللي جايه ازاي؟ ان شاء الله تكون البطوله من نصيبنا. بتشوف الفتره اللي جايه ازاي في البطوله الافريقيه؟ لا ان شاء الله، انا اقول لك باذن الله، باذن الله ان شاء الله البطوله من نصيبنا، بس مش هقول لك على الايام اللي جايه، بس ايه، سايبها لله، كل الله ربنا يخليك.